ومعنا على الهاتف دكتور علي قطب أستاذ المناخ. دكتور علي بعد التحية، يعني لطالما نادت مصر بأهمية تحقيق العدالة المناخية ووفاء الدول بالتزاماتها الخاصة بالتمويل، وقد شهدنا ذلك في عدة مناسبات ومحافل دولية من كوب 27 والآن في أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، برأيك إلى أي مدى يمكن القول أن الدول الغنية تتحرك نحو الوفاء بالتزاماتها، خاصة فيما يتعلق بمراعاة الدول الفقيرة في ضوء ما تشهده المنطقة الآن من كوارث مناخية؟ الحقيقة طبعا أن الأمم المتحدة بتعقد اجتماع مهم جدا وأطلق عليه مؤتمر الطموح والتصديق والتنفيذ. ليه؟ لأن هم يتمنوا كل الأعضاء الموجودين أن الدول الصناعية الكبرى تلتزم ويكون عندها طموح في تخفيض الانبعاثات الكربونية والتمويل الدولي والمشروعات المناخ الأخضر وتخفيض الانبعاثات، بالإضافة إلى يعني تخفيض نقدر نقول القروض لدى الدول النامية في إقامة مشروعات استثمارية مناخ، وبالتالي أيضا يجب على الشركات والجمعيات الأهلية والمدنية المساهمة في هذا المشروع. ولكن من وجهة نظري أنا أرى أن ما تم عليه الاتفاق في مؤتمر الأرض 2015 وكذلك مؤتمر ده كان في باريس ومؤتمر جلاسكو في العام الماضي ومؤتمر قبل الماضي وفي العام الماضي مؤتمر كوب 27 ومصر ترأس هذا المؤتمر حتى الآن لتسليمه إلى أبو ظبي، أن هذه التوصيات ما زالت تحت بند عدم التنفيذ وأن ما نفذ منها قليل جدا 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 رغم ما يشهده العالم من كوارث طبيعية مثل ما حدث في ليبيا والمغرب والفلبين وغيرها من الدول الأوروبية من أعاصير ضرب. هل لديك تفسير يا دكتور علي لهذا التقاعس عن تقديم الدعم والوفاء بالالتزامات المالية؟ التفسير هو رؤيات سياسية، والتفسير أن لديهم إمكانيات تكنولوجية ومادية يستطيعوا التكيف مع التغيرات المناخية. لكن أنا من وجهة نظري مع مرور السنين سيشهد هذه الدول أيضا ما نشهده نحن من كوارث طبيعية نتيجة لتطور دائم في هذه الظواهر الجوية وتطرف مستمر في هذه الظواهر الجوية. يعني على سبيل المثال يعني هذه العاصفة التي طلبت ليبيا بحياها وصل ل 11,000 موتى، بالإضافة إلى تشريد قرابة 10,000، أعداد كبيرة جدا. ولكن هم رؤيتهم أن السياسية أن لما يجي إعصار ويضرب الولايات المتحدة الأمريكية بيموت 10 أو 15، وده إعصار مش عاصفة، لأن لديهم إمكانيات لمواجهة ذلك والتنبؤ بهذه الظواهر الجوية ونقل مواطنيها من مناطق الكوارث إلى مناطق آمنة بالتكنولوجيا الحديثة وبالتمويل المالي. ولكن أنا يعني بعد المشاهدات هذه الدول شعوبها ستناشد الجمعيات الأهلية والمدنية في مقاومة وتقليل الانبعاثات الكربونية، لأن الضحايا اللي موجودين ليس سيكونوا في الوطن العربي فقط أو الدول النامية فقط، ولكن سيكون في أوروبا بدليل الموجات الشديدة الحرارة التي ضربت أوروبا كان عدد الوفيات فيها كبير، بالإضافة إلى الفيضانات التي طردت العديد من الدول الأوروبية أو الأمريكية، أيضا العدد بيزداد يوما بعد يوم. نعم، أشكر الجزيل الشكر دكتور علي قطب أستاذ المناخ.